رغم إعلان الانتصار عليه، لا يزال داعش يشكل هاجساً، فالتنظيم يحاول بين الفينة والأخرى التحرك رغم الضربات التي يتلقاها في العراق وسوريا. رئيس الوزراء العراقي وفي مقابلة مع الحدث أوضح أن بقايا داعش يحاولون النفاذ من بعض الثغرات، وأن الاستخبارات العسكرية تنفذ ضربات ضد خلايا داعش المتبقية في الجبال والكهوف، كما اعتبر أن داعش انتهى كوجود مقاتلين لكن يبقى كفكر. فداعش انتهى كوجود مقاتلين، كفكر يتم معالجته بالوحدة الوطنية، بالخطاب الموحد، بالخطاب الديني المعتدل. من جانبه، لم يكن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على القدر نفسه من التفاؤل، ففي لقاء حصري عرض في وقت سابق على الحدث اعتبر أن داعش لا يزال حتى هذه اللحظة يشكل تهديدا جديا للعراق عموما، فلنستمع لوجهة نظره. برأيي إما داعش، مسألة داعش لا ترتبط بالعراق فقط، بل هي مسألة تتعلق باستقرار سوريا أيضا. نحن نعتقد بأنه طالما كان الوضع الأمني في سوريا والعراق على هذا النحو، فإن داعش حسب وجهة نظرنا لا يزال يشكل إلى حد كبير تهديدا للعراق. تهديدا بالنسبة للعراق، ما استمعنا إليه سابقا كان كلاما سياسيا، لكن ماذا عن المعلومات العسكرية والاستخباراتية؟ العميد ركن علاء ياسر، وهو قائد قوات العمليات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب، أكد لنا أن الإرهاب لم ينتهي بل انحصر، وكشف أن زعيم تنظيم داعش الجديد موجود في العراق لكنه رفض الإفصاح عن هويته لنا، وكشف أيضا أن زعيم التنظيم الجديد يتواصل مع باقي أفرع داعش الموجودين في الخارج. فلنستمع لتصريحاته. الإرهاب هل انتهى؟ الإرهاب في العراق، الإرهاب لم ينتهي ولكن انحسر نتيجة للعمليات اللي أدتها الأجهزة الأمنية وعلى رأس جهاز مكافحة الإرهاب. انحسر الإرهاب بشكل ما ولكن لم ينتهي إلى الأبد. ما هو شكله حاليا عندما تقول أنه انحسر؟ انحسر جغرافيا، انحسر فكريا، أم ما هو الشكل الجديد الذي يعمل عليه؟ احنا دا نحكي عن الفكر، الفكر هذا يعني لا زال موجود مع الأسف، أما أنا أحكي على جغرافيا انحسر بمناطق معينة وابتعد عن المدينة، صار بالمناطق النائية وانحصر الإرهاب بالمناطق النائية. نعم، قد ايه بتقدر؟ الأمريكان بيقولوا في 1000 مقاتل لداعش موجودين بالعراق، هل هذه الأرقام صحيحة؟ تقريبا صحيحة. ما يزال هناك ما يقارب 1000 مقاتل. نعم. وين موزعين؟ يعني أكثر شيء في المناطق الغربية، المناطق الصحراوية، المناطق الجبلية، المناطق اللي يصعب على القطاعات العسكرية أن تتعامل وياها هو يكون تواجد بها، لأن تعتبر بيئة حاضنة له وتعتبر بيئة مناسبة لأنه يمارس نشاطه بها. هؤلاء 1000 مقاتل الباقيين هل بينهم أجانب أم لا؟ أكيد. بينهم أجانب. نعم. نعم. عندنا معلومات تخص جهاز مكافحة الإرهاب أنه يوجد العديد من المقاتلين الأجانب لا زالوا في التنظيم. هم داخل العراق عذراً، ولكن أي جنسيات؟ يعني احتفظوا بهذا الموضوع، بس مختلف الجنسيات. أجنبية وعربية؟ أجنبية وعربية. نعم، ما بقيوا هؤلاء 1000 مقاتل، ما الذي يريدونه حالياً؟ لم يعد لديهم دولة، لم يعد لديهم أتباع، لا أدري إن كان مصادر التمويل قد قلت عليهم، ما الذي يخططون له حاليا وما هي أهدافهم الحالية؟ هو أكيد ضرب المؤسسة العراقية الحديثة بمختلف مقتضياتها، طبعا ضربها، بس إحنا إن شاء الله نفوت الفرصة عليهم، راح نكون لهم بالمرصاد أينما ذهبوا. هل عم بيفكروا يرجعوا شكل دولتهم؟ أكيد هذه الفكر، إحنا قلنا قبل شوية هذا الفكر يعني من الصعوبة أنه تحاربه، لأنه هذا متنامي وإلى طرق عديدة وإلى وسائل عديدة وإلى أهداف عديدة، بس إحنا إن شاء الله قادرين وعلى أتم الاستعداد أن ننهي هذا الفكر وننهي هذا التطرف. عندي سؤال، مؤخرا لم يعد التنظيم، ما أعلن التنظيم عن زعيمه الجديد، هل تعرف من هو زعيم داعش الجديد؟ أعرفه بس أحتفظ به نفسي. ما رح تخبر العالم من هو؟ طب وين هو موجود؟ ولا رح أخبره وين موجود. هو بالعراق ولا بسوريا؟ بالعراق. موجود زعيم تنظيم داعش الجديد تقريباً بالعراق؟ تقريبا المعلومات اللي عندنا المتوفرة. التنظيم بالعراق ولا التنظيم عامة؟ لا بعام نحكي بشكل عام. وهذا زعيم التنظيم وهذا التنظيم هل ما زال يتواصل مع الخارج، يعني مع سوريا وافريقيا وباقي المناطق؟ أكيد 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 لا زال يتواصل، عندنا معلومات دقيقة ومعلومات كافية ووافية أنه لا زال على تواصل، وإن شاء الله بالفترة اللي قادمة راح نحصر هذا التواصل.
تمويله هل ما يزال مصادر التمويل مفتوحة له ولا لا؟ يعني انحسرت مو مثل قبل، انحسرت بس لا زال يحصل على التمويل. من وين؟ مختلف المكان الأماكن. العفو ما بدك؟ لا لا طبعا هاي معلومات ما أقدر يعني أحكي بها الإعلام عذرا. يعني الأنفاق هي التكتيك الجديد الذي يستخدمه عناصر تنظيم داعش للاختباء والتي كشف عنها قادة مكافحة الإرهاب في العراق للحدث. هذه الأنفاق تنتشر تحت الأرض وتربط ما بين سوريا والعراق، فيما أخرى موجودة في مناطق تواجد التنظيم في الجبال والصحارى والمناطق النائية. قوات مكافحة الإرهاب العراقية تعمل على إيجاد هذه الأنفاق وتدميرها مباشرة. الحدث تمكنت أيضا من دخول أحد هذه الأنفاق وعادت بالتالي. احنا هنا في مكان احدى التدريبات لمقاتلي جهاز مكافحة الارهاب على الانفاق. هنا موجود نفق، تقدرين تشوفيه؟ لا. اكو نفق قريب من يمك، نخلي المقاتل يتدرب عليه، لان احنا بعد ما انتصرنا على داعش بالمناطق والقصبات والقرى التجا يروح الى مكان نائي، يستخدم الوديان، يستخدم التلول، يستخدم ايضا في بعض الحالات المناطق البعيده. فهسه راح تشوفين امامك هذا النفق. احنا اضطرت الحاجه تدريباتنا تكون واقعيه، وهي احدى مبادئ التدريب اللي احنا نعمل عليها الواقعيه. فدائما اللي يواجهنا بالميدان من نطلع لازم نرجع نسوي نحاكيه بواقع التدريب، فهذا واحد من اللي واجهناه بمعارك التحرير ومطاردتنا لفول داعش. هسه تشوفين هذا النفق يبدي بداياته مناطق منطقة واطية، ندرب مقاتلنا على أصعب الظروف اللي يواجهها بالأنفاق. في بعض الحالات نواجه أنفاق تمتد إلى مسافة كيلو أو كيلو 500، بعض الأنفاق تكون بداياتها مستنقع مائي، يعني يلا نقدر نوصل له. بعد الانفاق ما نقدر نوصل له، اللي يصير بيه تفجير او كذا. يستخدم داعش المناطق هاي. هسه دا تنتبهين بدا عندنا يصعد. بدا يصعد، نعلم المقاتل انه شلون يواجه الصعوبه واذا لقى مكان عالي. هذا كله اثناء التدريب. هذه كلها انفاق بعدها موجوده هلا لداعش. داعش ما نعم. يزال يستخدم الانفاق. نعم يستخدم الانفاق لانه هو ما له مكانات بالمدن، انكسر، بقت فلول من عنده. وين بعد موجودة أكثر شيء الأنفاق؟ أكثر المناطق اللي موجود بها هي المناطق الصحراوية، المنطقة الغربية، في مناطق التلال اللي موجودة، فهم اللي مناطق اللي بعيدة عن المدن وتكون نائية وصعوبة الوصول إليها يستخدمونها. طيب هل ما يزال في أنفاق ما بين سوريا والعراق؟ نعم في أنفاق. كيف تقدروا تحصلوا على معلومات حول هذه الأنفاق؟ استخباراتية؟ هل ممكن أحيانا بالصدف؟ هل ممكن إشي يدلكن عليه للنفق؟ تجينا عن طريق الاستخبارات، تجينا عن طريق المراجع مالتنا. قد ايه تقريبا تتوقعوا عدد الأنفاق ما تزال موجودة؟ يعني ما متأكد من إحصائيتها لكن هي قليلة بالوقت الحاضر. يعني دمرنا معظمها، دمرناه معظمها، وصلنا له وقدرنا نقتل اللي موجودين به. لما بتفوتوا على النفق شو بتلاقوا فيهم؟ أسلحة، مضافات، أعداد، هل بتلاقوا فيه نساء أطفال ولا بس مقاتلين؟ لا نساء ولا أطفال، لا مقاتلين فقط. نواجه انتحاريين، أكداس عتاد، بعض الحالات إن مكانات الإيواءهم مضافات لهم، مستشفيات يعني شيء طبابة وكذا من هذا القبيل. يعني مدن تحت الأرض؟ مو بالمعنى المدن الكبيرة، لكن يستخدموها يبقون بها لوقت، بيبقوا فيها لوقت. منين بيمدوا لك كهرباء؟ منين بيجيبوا مي، اكل، شرب؟ يستخدمون بعض الوسائل البدائيه بالمي والشرب، يستخدمون مصادر المي القريبه من عندهم. في بعض الحالات وجدنا مصادر طاقه شمسيه، يعني مصادر طاقه شمسيه يستخدموها. هو بالوقت بالنهار ما يتحرك، يعني يبقى كامن في مكانه ويتحرك في اوقات هو يحددها، اوقات نوعا ما يكون وقت الليل يتحرك بيه يقدر يكمل بيه اعماله. نفس الشيء هيك بطول؟ لا يعني ما مو هيك، يعني اما تلقاها نوع من الصخر، اذا هي منطقه جبليه واذا هي منطقه تربه فتربه، واذا منطقه رمل ايضا منطقه رمليه. بعض الحالات في المناطق النائيه يستخدمون للحشائش والزرع القريب من عندهم، يعني كلها وسائل بدائيه، وسائل قديمه. لكن يستخدمون في بعض المناطق الجبليه اللي هي نحن نواجه بها صعوبه لان منطقه صخريه ومناطق مرتفعات عاليه. ولما عم بتلاقوا هاي الانفاق دغري عم تطم روا عم تدمر؟ اكيد تدمر. يعني بعض الانفاق يعني هي تصير بها اشتباك
ونقضي على العدو، بعض الأنفاق تصير بها ضربة جوية، وبعض الأنفاق لا احنا نهدمها بآلات تفجير. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الجماعات المسلحة منير أديب. أهلا وسهلا بك سيد منير، لعلك تابعت معنا ما خص به قناة الحدث من هذه التغطية، سواء في أحد الأنفاق لداعش أو حتى التصريحات السياسية. بين التصريحات السياسية والمعلومات الاستخباراتية، برأيك أين تقف خارطة ملامح داعش الآن؟ نعم، أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي الحدث. نحن نتحدث عن تنظيم ربما فشل المجتمع الدولي في القضاء عليه ربما على مدار 5 سنوات كاملة. هذا التنظيم المتطرف أقام دولته كما هو معلوم في 29 يونيو من العام 2014، ولم تسقط هذه الدولة التي أقامها إلا في 22 مارس من العام 2019، عندما أعلن الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب سقوط دولة التنظيم. إذن نحن نتحدث عن 5 سنوات كاملة التحالف الدولي يعني لم يستطع القضاء على مملكة هذا التنظيم إلا خلال 5 سنوات كاملة. ومنذ إعلان السقوط في مارس من العام 2019 ونحن الآن في مارس من العام 2024، أي مرور 5 سنوات على سقوط دولة التنظيم، ما زلنا نتحدث عن فكرة أن التنظيم ما زال موجودا وأن التنظيم ما زال قادرا على تنفيذ عمليات نوعية، سواء في العراق التي كانت تمثل حاضنة أساسية للتنظيم قبل قرابة 10 سنوات من العام 2014، أو حتى في سوريا، وقد نجح التنظيم في العام 2013 في تنفيذ العشرات من العمليات النوعية في الداخل السوري، تحديدا في شمال شرق سوريا وفي البادية السورية. ربما هذا، ولكن التنظيم ما زال. ربما هذا ما يقودنا أيضا للسؤال حول الدافع وراء عدم القدرة على تجفيف منابعه كليا. عندما تتحدث عن عمليات نوعية، يعني التسليح لا يزال مستمر، تصنيع الأسلحة لا تزالت مستمرة، وأيضا التمويل. نعم، نحن لدينا سيدتي الكريمة مشكلة في مواجهة هذا التنظيم منذ العام 2014، عندما يعني نعود بالذاكرة الرئيس الأمريكي وقتها يعني أخذ شهورا عديدة ليشكل ما يمكن أن نسميه بالتحالف الدولي لمواجهة داعش، حتى أنه وقتها أعلن الرئيس الأمريكي أننا لن نقضي على داعش، ولكننا سوف نقلل من خطورة داعش، أو يعني نقلل من المخاطر التي المرتبطة بتنظيم داعش. ثم جلس التحالف الدولي 5 سنوات ليعلن في النهاية أن مملكة التنظيم انتهت، بينما التنظيم ما زال موجودا بخلاياه المنفردة والمتفردة والنشطة والخاملة. وهذه الخلايا سيدتي الكريمة ما زالت تمثل تهديدا رهيبا، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، وإنما على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي. حتى أن نعم، تقرير الأمم المتحدة أشار، نعم، ما نقاط القوة التي يمتلكها التنظيم سواء في سوريا أو العراق؟ وأيضا ما الإذن ربما وممن ينتظر حتى إعادة بعثه من جديد؟ ما السياقات التي ينتظرها التنظيم؟ في تقديري التنظيم لم ينتهي حتى نتحدث عن عودته. التنظيم ربما هو موجود بصورة كبيرة، نتحدث عن العودة بنفس الرقعة الجغرافية التي كان عليها قبل الانسحاب أو قبل القضاء عنه.
نعم، إذا أردت أن تتحدثي عن منطقة الشرق الأوسط، تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أن 40% من العمليات الإرهابية كانت من نصيب دول الساحل. هنا كنا نتحدث عن العمليات الإرهابية التي حدثت في العام 2023. إذن أغلب تحركات التنظيم القوية والمنفردة ربما في منطقة الساحل الإفريقي، وهناك تهديدات كبيرة ربما مرت بها قارة أفريقيا تقول أن ثمة مؤشر قد يؤدي إلى أن التنظيم ينجح في إقامة مملكته أو في إقامة دولة له، ولكنها قد تختلف عن الدولة التي أقامها في منطقة الشرق الأوسط. ولكن التحديات السياسية والاقتصادية والتحديات الأمنية داخل القارة الإفريقية تقول أن التنظيم نشط بصورة كبيرة، فضلا عن الحروب والصراعات سواء التي ضربت شرق أوروبا وتحديدا أوكرانيا منذ أكثر من عامين أو عامين، والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا فلسطين، فضلا عن حروب وصراعات أخرى في إفريقيا وانقلابات عسكرية. كل هذه البيئة سيدتي الكريمة وفرت غطاء وبيئة مناسبة لنشاط التنظيم الذي قد يوظفه في المستقبل لإقامة دولة خاصة به. ولكنني في اعتقادي وفي تقديري أن التنظيم لا يسعى لإقامة دولة على غرار الدولة التي أنشأها في منطقة الشرق الأوسط. هو يستطيع أن يسيطر على بقعة جغرافية كبيرة، ولكن ليس بنفس الطريقة التي سيطر بها على الرقة والموصل. وهنا تبقى الخطورة بأن خلايا التنظيم غير المرئية النشطة أو الخاملة غير المرئية قد تكون خطرا من خلايا التنظيم التي تقيم دولة وتكون مرئية، فيضطر المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لمواجهتها، وتكون المواجهة كبيرة. الخطر سيدتي يكمن في أن التنظيم يسعى لإقامة دولة، ولكن ليس على بقعة جغرافية كما كان في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يصعب جهود مواجهته ربما في المستقبل. نعم، أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الباحث في الجماعات المسلحة منير أديب.